قريبا من معاناة النزوح وألمه، وهنا على الحدود السورية التركية، وتحديدا في مدرسة مزين، يجسد الأطفال مقولة مضمونها أن الإبداع يولد من الألم، حيث أقيم في المدرسة معرض اليراع السوري الأول للعلوم التطبيقية بمشاركة طلاب مدارس مزين وسلمى وأرض الوطا برعاية وحدة تنسيق الدعم، حيث قدم الأطفال من خلال هذا المعرض أعمالهم واختراعاتهم. هذا المعرض عبارة عن مواهب الأطفال، اختراعاتهم وابتكاراتهم، ابتكارات فيزيائية رياضية نمت عقولهم وأدت ذلك إلى التحمس والعمل الجماعي والتفكير بمستقبل زاهر وأفضل ورائع. هذا مجسم لآلة حفر الآبار، وذاك آخر لجرار زراعي يعمل بالتحكم عن بعد، وكل ما عرض في هذا المعرض هو إبداع الأطفال الذين قاموا بتنفيذ النظريات الفيزيائية وتطبيقها على تلك المجسمات، وذلك بمساعدة مدربين فيزيائيين حاولوا إطلاق طاقات الأطفال وتحفيز إبداعاتهم بعد أن كابدوا الحرب ورحلات النزوح المتتالية. أنا اسمي قصي ياسين خليل، مدرسة مزين، قمت بصناعة جرافة لحراسة الأرض، قمت بحراستها كل عام أو كل سنة. اسمي هلا صابر الجانودي، مدرسة أرض الوطن مخيم عطاء الخير، اشتغلت على النظرات الفيزيائية وطبقت الدقائق. أما الكادر التعليمي فيسعى بمساعدة بعض الاختصاصيين إلى تنمية القدرات لدى الأطفال من خلال إقامة هذه النشاطات، خاصة أن المنافسة بين الأطفال تساعد في سعيهم الدائم لأن يكونوا الأفضل. يثبت الأطفال الذين نشأوا في ظل الثورة السورية على أنهم جيل قادر على النهوض بسوريا الحديثة، ويؤكد المعلمون هنا على ضرورة تنمية قدرات هؤلاء الأطفال. محمد الأشقر لأورينت نيوز، ريف جسر الشغور الغربي.